في حضرموت، شن تنظيم القاعدة هجوما عنيفا على مطار هناك في محاولة لاحتلاله، سقط خلاله قتلى وجرحى من الطرفين. ملفات ساخنة تقف حجر عثرة أمام الرئيس هادي في هذه المرحلة الحرجة التي يمر فيها اليمن بعد أن تم الاتفاق على مخرجات الحوار الوطني الذي اعتقد الجميع أنها العصا السحرية التي ستقضي على مشاكل اليمن أجمع. هادي الذي يصارع على عدة جبهات في سبيل الخروج باليمن إلى بر الأمان بدءا من صراعه مع الرئيس السابق صالح الذي وصفه مراقبون للوضع بأنه صانع الأزمات في اليمن، ثم جماعة الحوثي التي أصبحت قريبة من أسوار قصره، وأخيرا تنظيم القاعدة الذي بات يضرب في كل الاتجاهات. ففي تطور لافت في سياق اعتداءات الحوثي على معسكرات الجيش غرب صنعاء، هاجم عناصره معسكرا للقوات الخاصة في منطقة الصباحة في محاولة منهم للاستيلاء عليه، إلا أن أفراد المعسكر تمكنوا من صدهم. وكانت لجان ميدانية قد وصلت إلى مديرية بني مطر وهمدان وعمران للبدء في تنفيذ وقف لإطلاق النار، حيث أكدت المصادر في عمران بأن ميليشيات الحوثي أطلقت النيران على اللجنة فور وصولها إلى نقطة الأربعين، كما قامت باختطاف شاحنة أدوية تابعة لمستشفى عمران الحكومي. وبعيدا عن حدود صنعاء وتحديدا في حضرموت جنوب اليمن، فقد استهدف مسلحون يعتقدوا بانتمائهم لتنظيم القاعدة استهدفوا مطار سيئون صباح اليوم بعد اشتباكات عنيفة وقعت في المطار بين الجيش والقاعدة، مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. هذا وتقدم برلماني سابق بما أسماها أدلة دامغة تؤكد تورط الرئيس السابق علي صالح في دعم القاعدة، وأكد عبد الرحمن بافضل أن أبرز تلك الأدلة إعلان صالح وهو في السلطة أن القاعدة ستحتل 5 محافظات جنوبية فور مغادرته للسلطة، وحددها بأبين ولحج وعدن وشبوة وحضرموت. عادل اليافعي، العربية.